احنا في دار الاوبرا في دمنهور، مش هتصدقوا جمالها. شفتوا دار الاوبرا اللي اتحرقت في القاهرة؟ هي نموذج مصغر منها، وده من فضل الله على دمنهور. شوفوا الجمال. على فكرة الذهبي ده عبارة عن ذهب، مطلوب الذهب كله. شوف الجمال، لكم أن تتأملوا تلك القاعة الدائرية الرائعة. طبعا هنا في قبة. مش بصور، هو ما ينفعش اتكلم وينفع اصور؟ يعني دي ينفع دي تنفع دي صور متكلم. شفت بقى هوريكم مفاجأة. بس شوفوا المفاجأة جاية حالا حالا حالا. شايفين الجمال؟ شفتوا ده ايه؟ الهلال والثلاث نجوم. ده كان علم مصر ايام ما كان فيه ملكية. شوفوا الابداع. وفي دنوارات، وفي بلكون. طبعا احنا قاعدين في الصالة دي احسن حاجة طبعا عشان نبقى قريبين جدا من مصر. استمتعوا فيه. ان شاء الله النهاردة في حفلة شعرية موسيقية، احنا جايين كلنا نتفرج عليها ان شاء الله.